السلام عليكم، معكم منير هواري باغمي الجروب ديال ان شاء الله ديال لورغانيزاسيون ديال الاسبوع ديال ياسين وسهام الكوب المراكشي كما تعرفوا المغاربه. اليوم جيت عند عبد الرحيم ان شاء الله باش غادي نعرضوا عليه ان شاء الله الاسبوع ديال ياسين وسهام. ياسين ليه الشرف ان شاء الله انه غادي يحضر مع عبد الرحيم في العقيقه ديالو اللي كما تعرفوا ان شاء الله اليوم 31 مارس في باري دومباسادور نهار الاحد ان شاء الله. هذه الزياره يعني درتها ليه كاي زياره يعني اللي تنديروها الناس اللي بحال عبد الرحيم نورمالمون يعني بحال عبد الرحيم كاينين بزاف ديال الناس اللي غادي يكونوا حاضرين معنا بحال عبد الرحيم اللي غادي يعني غادي نكبروا بهم وغادي يكونوا بحالهم بحال المغاربه ان شاء الله اللي معروضين نهار العقيقه ديال ياسين وسهام. وتيشرفنا كايكيب وتيشرفنا يعني كمنظمين ان سي عبد الرحيم يكون حاضر معنا ان شاء الله في العقيقه ديال ياسين وغادي يكون ان شاء الله بحاله بحال المدعوين يعني طبله في اي بي هو والناس اللي غادي يجيب معاه يعني ما كاينش مشكل. وكما قلت لك لي الشرف انني اليوم ان شاء الله معاه. الحمد لله والشكر وراه فرح بحال محمد سيدي ربي وشكر اللي غنحضر هذه الدعوه مع ذوك الناس. هذاك السي ياسين والزوجه ديالو بعد الشخصيات البارزه كما تنسي وجهك وهاد الناس هادو انا فرحان الحمد لله والشكر اللهم لك الحمد. بعد ما كنت منكد وكنت متشرد وكنت ما عندي قيمة اليوم الحمد لله ونشكره بوجوهكم توما وبوجوه هاد الناس هادو راه نحمد سيدي ربي ونشكره والله يجعل ربي يطول عمر أي إنسان. وأنا مستعد الحمد لله نمشي برجيلاتي وخا مريض نمشي ونحضر لهاد الاحتفال ديال داك الإنسان اللي قطعوا لي رجلي ولا تحرم عمدا متعمدا الله ياخذ فيهم الحق. نورمالمون هذه فرصة جينا عند سي عبد الرحيم إن شاء الله باش تعرفوا عليه الناس، يعني بغينا نجيبوا إن شاء الله الحفل ديال العقيقة باش تعرفوا عليه الناس، بس إلا كان شي واحد تاهو يقدر يساعدوا يساعدوا، حنا بغينا يعني سي عبد الرحيم تاهو يكون بحال السياسيين إن شاء الله يعني إلا بغى الله تاهو يكون بالدار ديالو ويكون يعني بمشروع ديالو ويكون يعني بمراته إلا كان إلا كتب الله إن شاء الله. بالنسبة يعني عبد الرحيم يستاهل حالة مؤثرة. نتمنوا من الله ان شاء الله يكون ان شاء الله بحال ياسين كما قلت. علاش لا حتى هو يستاهل دار يستاهل مشروع يستاهل يعني يكمل الحياه ديالو واخا مشات 21 عام الحياه ديالو ولكن ان شاء الله عنده ان شاء الله الوقت ان شاء الله باش يقدر يكمل الحياه ديالو. وجه النداء ديالي للمغاربه اللي عندهم يعني الناس ديال القلوب الرحيمه يعني ان تعاون سي عبد الرحيم وحنا راه مع عبد الرحيم كما خدمنا ان شاء الله مع ياسين غادي نخدموا مع عبد الرحيم نفس الحاجه. ونتمنوا من الله ربي يوفقنا كما وفقنا مع ياسين ان خدينا له الدار يعني نتمنوا ربي يوفقنا باش سي عبد الرحيم تاهو نفروا ليه الدار اللي سهل الله.